ايدك قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم. ساعات نمشوا لقفصة، ساعات نجوا هنا للكثار نجوا نحلوا ما ثماش نقلوا ما عندناش خلاص. عندنا زواج واحدة تمشي الصباح وتمشي نص النهار. إن شاء الله مبروك على جميع الأمة التونسية الكل. أهالي الكثار شبه فرحانين الكل، مش شبه فرحانين الكل، مناسبة افتتاح دار الخدمات الاجتماعية بالكثار، خاصة أنها تجمع بين صندوق رواتب الدمار الاجتماعي وصندوق الحيطة الاجتماعية وكذلك مكتب الكنار اللي هو صندوق تأمين على المرض. المكتب هذا سهل لنا برشا مأموريات، كنا نتنقلوا معناها للولاية مركز الولاية ونتنقلوا من صندوق لصندوق ونعانوا من الابتدار. الواحد يمشي قصة يضيع ولا يقولوا له وراك ضعت ولا الحمد لله. تجي تقضي في اوراق؟ نقضي في اوراقي دواء وولدي وراجلي والناس الكل هيك مستحقين للفرع هذا اللي احنا. إذا تقصى مراية تتكلم مراية تتكلم.